مقطع اليوم هديت شخص قريب القلب كثير مرة مفروض من أول هدي لكنني قصرت شوف هالموضوع مع فلوق عشوائية بقي 7000 على أي زياد على 300,000 مشترك 300,000 مشترك نفرح سوا بإذن الله 7000 تكفر خلنا نوصلها هالمقطع الاشتراك قلهم قلهم اشتراك واللايك والاشتراك وكل شيء الحين نبي الاشتراك تراني اللي صوره اشتراك يا أخوان تكفر عزوز هلا راح ابراهيم يلا جايب له هديه جايب هديه وش هديه اتوقع هديه فخمه هديه فخمه اتوقع ورني يلا ايوه والله ثقيله اي فخمه فخمه والله ثقيله وش اتوقع وشو ما ادري جزمه وانت بكرامه محمد صلاح فخر العرب والله جزمه دفعت عليها والله جزمه محمد صلاح والله ما جزمه محمد صلاح ابراهيم ابدي ممكن ارجع وشو تفزر لا يا عيال شوف فزيتو مو بعرس عادي يا عيال يلا حبي جايب لك هدية والله جايب لك هدية فخمة بما انك بتكون رياضة ان شاء الله نظر لك كذا جبت لك هدية انت قلت تنمر علي لا والله مو بتنمر انت قلت تنمر علي جبت لك هدية فخمة ايه لكن ابيك تفتحها وتشوفها والله يا رب لو تنمر لا لا والله ما تنمر تعرف تنمر علي كم لك مقطع صاحب علي بهذه الهدية لا انا جاوبتها طب بس انا مو فينا انت قلت لي انك لازم تنحف أيوة. انا سعيد على الموضوع أيوة. عاد باقي الحين الطورات عندك ان شاء الله لازم تكمل الموضوع واسوي كل شيء ما اقدر انحب ذلك والله يا اهل شو هذا ذا بغيت اقول الناس يشتركون بس تكون احد يشترك لا احد يشترك قل لهم ها وش الهديه؟ قلت حج الله يسمحك صح سامح جسم ولكن ايش مكتوب؟ ايش مكتوب صلاح؟ صلاح جزمة فخمة محمد صلاح كذاب ورب البيت شوف بالروب ورب البيت ورب والله البيت. احس انك جايب لي واحدة مستعملة لا والله صلاح. العظيم حرام ها. شوف هذه جزمة محمد صلاح والله محمد صلاح والله مكتوب عليها صلاح من جزمته جزمة رونالدو لا تكذب والله العظيم الحين وشو الحين ما عندك عذر افخم جزمة والله ما عندك عذر افخم جزمه ما بدي اقول ما ربي رزقني ها ربي رزقني وان شاء الله الحين بعد المقطع هذا تعوضني يقلع ابليسك والله عندك ذوق بس انا بسك سؤال ليش جايبك بالحجم والله لان رجلك صغير الله يحفظك طب صدق قسها والله قسها الروب ايوه والله حسين نحفت لا اسمع هذا الغلط الاكبر اول شيء لا تقع في الخطا اسمع تقع في الخطا لا بدي اقلعك من شو يا عيال بدي اقلعك من شو ليش بيسوي مره ثانيه حق المباراه بدي لعبك معه لا والله يلعبك والله تعبك يبي لك اول شيء سنه رمضان الجاي ان شاء الله الروب والله انها رهيبه مريحه والله انها رهيبه مريحه اقسم بالله احس اني والله اني ما ممتاز والله مشتري متعود اشتري جزمات في اختلاف لا لا ايوه هذه البدايه بس والله الان ايش ناقص ابراهيم؟ والله يعطيك العافيه ايش ناقص طب ايش ناقص؟ انت تجتهد؟ ها؟ خلاص انت اعطيت نص المشوار ليش تتنمر يا اخي؟ والله ليش تتنمر؟ والله اني ما ليش تتنمر يا اخي؟ ليش تتنمر؟ انا قاعد ادور مصلحتك هذا نص المشوار شوف باقي نص المشوار الثاني على كل 5 كيلو تعطيني هديه كذا بتحمس مره تعب اقسم بالله تعب والله قدام اقسم بالله تعب وكل 5 كيلو هديه تساعدك ابو شوي اذا تشوف المقطع تكفى تنص علي والله ابو شوي شوف المقطع والله اني ادري انك من قيل بس والله انها حلوه والله انها شيك انت لك منو تكفى غبته ها شيك حمود تكفى منو منو جبله والله اذبح والله يا ولد ترى عادي حشرة اسكت اسكت طاحت هنا لا شلون بكمل بث الحين وش والله هذا كله ليش شو قطتي ما امها دخل هذا الشيء لا 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 ما طقطق عليك ما قال طقطق انا شوف ايش صار شوف ايش صار معك منوح منوح ايش صار حلف بالكعبه والله مو سكت وريني الساعه حلف بالله وري مصطفى موجوده جا طايح هنا اي والله انه هي والله بالله وريني الساعه طاحت طاحت والله لا اطلع عليك اقسم بالله حمد العضلات غبن حجرة
كل العضلات خف الطيمه اطلع ابو نحو والله بحق والله بحق ابو نحو يقوم عليك شو مره ابو نحو عضلات الدنيا عطني هذا الرجال هذا رجل عطني اذا بعطيك اياها بدي بحيه والله لدي رايد جاب لك كاب هديه الله يلا شوف جواسي يلا رايد شوف شكلك اقسم بالله يا سعد بالله يا رايد ولا احد بيقول لك شيء تقييمك من 10 طالع شوف حلو هو حلو لكن انه لماع كنا كلب يما انا والله مو حلو ليش لماع والله تناديشنا والله ولا ما عاد اسلم لا لا هذا هذا كم بنات بنات كم بنات اي والله بتصور لي كذا حق بنات والله يصير اي حق بنات والله حق بنات اي من دخل ولد عمي 100000 في ريحه نظيفه صرت نظيف ليش؟ طب من اول كان دخلت والله انه ايش قصدك؟ والله العظيم وش كان ناقصك؟ عطر ورع وشو ده عطري والله؟ ليش؟ انا بنوح والله راح اعطر ايش قصدك؟ يقصد في هدية صح ولا لا فهمت صح؟ أنا قاعد أنفض يلا من جاب لك؟ خالد من هو؟ هذا؟ آه من خالد أجل لا جاب لي قبل الحمد لله أنا جاب لك كان خلاص الحين ما جابها خلاص واحد يكفي لك إنه الحين ما جابها لا لا واحد يكفي الحين ما جابها يمديني أسبك يا لا لا أحس دام خلاص خلاص الله يا الأول يا ما أجيب يا الأول يا خلاص يا ما خلاص نص مليون الله لعل هلا جاسر لا خلاص الأسبوع تبان لا والله خلاص طبت 100% صادق إيه طب اسمع الحين أنت مشتي فوق بصيف تحت لي يا أخي لأن جو هنا غريب شوف ليه برد حلو طيب ما في مشكلة جو غريب بس ليش يصير غريب في اللبس بعد عليك. لا تعال حبي ريدك وحبي والله دي مشتاق لك والله العظيم قسم بالله الله يعين نور الله يعين الله يعين لا والله طب طب الله منور من جيت سبحان الله شوف اكتمل هذا بس وشو باقي الاجهزه الحين وين تعال تعال والله عشان ترى فيها تعال تعال الحين صدق والله والله صدق والله سؤال منطقي الحين اذا حد شاف هذا وش ممكن يخطر في باله ملحق ملحق خيمة كل شيء والله إلا إلا وشو إلا نادي والله صارت المصطلح فوق هذا صدمتني والله كأنه مخيم أقسم لا قهر والله شوف والله أبو شوي أبو بيجي بيعطيني جدول هنا والله العظيم أعطوا باور سنة ست شهور مو سنة ست شهور لا لا ترى شوف أنا من اليوم أنا من اليوم قررت اكس مطاعم ايوه توفي فلوس في طباخ كذاب ايوه غيره لا لا ما حتى طبق عادي يعني باكل لحم بس والله جبت لي ثلاجه لميز من بدري جبت ثلاجه كلها شوكليت بس لا لا جد والله جبت ثلاجه انت؟ ايه خلنا نشوف ايش محتواها تعال افتح ذلت ايش فيك وين ذلت؟ صحي لا صحي والله بالهوائية جاسر هاي ثلاجة مطبخ ولا ثلاجة غرفة جاسر والله ما ادري والله بيض السؤال السؤال دقيقة السؤال ليش ما حطيتها ثلاجة المطبخ؟ بتنزل اقسم اني انصدمت صدمتك والله مو صدمتي شيء مرة كثير صدمتك صح؟ حط برجر ليش؟ برجر بطاطس برجر زي مو برجر هذا بطاطس عادية لو انت تقليها في القلاية الهوائية قلاية هوائية اي نعم طب دقيقة في بخاخ زيت بخاخ الزيت حتى حطه عندك؟ ايه بخاخ زبدة لا طبيعي جدا والله سواها والله اي والله صدمني والله صدمني انا بقول لك شيء والله يسوى مليارات الموضوع ايه والمعلومة المعلومة من الموضوع لازم تشوفها مشينا انا وياك غرفة جاسر وثلاجة جديدة تسوى يا عيال وين؟ شوف شوف اي فيها بخاخ والله والله الجيران الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بسبع جار انا اول جار الرسول وصى بسبع جار انا اول والله اول جار والله اول جار تنصدم والله تنصدم والله يسار صار افتح حساب والله يلعب لتينا ليه؟ ليه كذا كله؟ وش متى ناكل هذا اكل صحي هذا متى نصير صحيين زيك ابش
معي بلاش 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 لا المطاعم يقول اكل صحي كل الدجاج لا هذا عادي هذا بقبل الهوائيه هذا مقدد تونه تونه مخ تونه ايوه يلا بالعافيه عليك وين فرنك طيب